ولي كلمة إلى كل المؤمنين والمؤمنات من أبناء هذا الشعب الكريم. أبلغكم أيها الأعزاء أنه لا يرضيني بل يسوءني، مسني ما مسني من سوء ظلم الظالمين، أن يضطرب وضع هذا الوطن يسوءني، أن يضطرب وضع هذا الوطن أو أن أكون سبباً في أن تسيل قطرة دم واحدة من أي مواطن أو مقيم كان من كان. وإني لشديد الحرص على سلامة شبابنا، نفسي لهم الفداء. أما طريق المطالبة السلمية بحقوق الشعب ونيل حريته واسترداد كرامته وتصحيح الوضع فلا انقطاع له، ولا يمكن التوقف عن هذه المطالبة. ذهب منا من ذهب وبقي من بقي، ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم، وما النصر إلا من عند الله.